أهلا بكم في صدى أقلام جديد نقرأ فيه أهم ما نشرت الصحف العالمية العربية والعراقية. أهلا بكم في مقالنا اليوم في كتابات عن حليمة وعادتها القديمة. عون القلمشي كتب أن التاريخ وأن تصرفات هؤلاء الأشرار بهذه الطريقة المخزية تؤكد على أن الصراع الجاري بينهم ينحصر تماما في البقايا على سدة الحكم والحفاظ على مكاسبهم غير المشروعة، وهذا ما يفسر إصرارهم على تشكيل حكومة توافقية تضمن لهم المناصب والأموال الحرام. وقد أكد على هذه الحقيقة قيس الخزعلي أحد قادة الإطار، حيث قال بأن الصراع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ليس صراعاً شخصياً بين الصدر والمالكي، وإنما صراع على التمثيل والمكاسب السياسية، ولا يجد بالأحرى أي مواطن عراقي مهما كان بسيطاً أي صعوبة في تفسير هذه العبارات، فالتمثيل يعني حصة في المناصب، وأن المكاسب السياسية تعني حصة في السرقات كذلك. أما الحديث عن الإصلاح أو رفع المعاناة عن العراقيين أو تصحيح العملية السياسية فإنه حديث أقرب ما يكون إلى النكات السامجة، فالعراقيون قد رموا هؤلاء الأشرار وأحاديثهم وادعاءاتهم بالجمرات السبع التي يرميها حجاج بيت الله الحرام على الشيطان الرجيم. ضمن هذا السياق ظهر هؤلاء الأشرار بلباس الصالحين واختاروا طرقا جديدة للخداع والتضليل، حيث تسابقوا في إعلان أخطائهم وأطلقوا الوعود بتصحيحها على أمل خداع الناس وتشجيعهم على منحهم فرصة جديدة. فعلى سبيل المثال اعترفوا بأن الانتخابات مزورة وهم الذين تغنوا بها وتغزلوا بصناديقها الخضراء وأصابعها البنفسجية، وأن المحاصصة الطائفية كانت وراء عرقلة بناء نظام وطني وهم الذين سموها شراكة وطنية تلبي طموحات كل مكونات الشعب العراقي وفئاته وأديانه ومذاهبه. تصرفات هؤلاء الأشرار بهذه الطريقة المخزية تؤكد على أن الصراع الجاري بينهم ينحصر تماماً في البقاء على سدة الحكم والحفاظ على مكاسبهم غير المشروعة، وهذا ما يفسر إصرارهم على تشكيل حكومة توافقية تضمن لهم المناصب والأموال الحرام. وقد أكد على هذه الحقيقة قيس الخزعلي أحد قادة الإطار، حيث قال إن الصراع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ليس صراعاً شخصياً بين الصدر والمالكي، وإنما صراع على التمثيل والمكاسب السياسية، ولا يجد أي مواطن عراقي مهما كان بسيطاً أي صعوبة في تفسير هذه العبارات، فالتمثيل يعني حصة في المناصب، وأن المكاسب السياسية تعني حصة في السرقات. أما الحديث عن الإصلاح أو رفع المعاناة عن العراقيين أو تصحيح العملية السياسية فإنه حديث أقرب إلى النكات السامجة، فالعراقيون قد رموا هؤلاء الأشرار وحديثهم ودعاءاتهم بالجمرات السبع التي يرميها حجاج بيت الله الحرام على الشيطان الرجيم. ضمن هذا السياق ظهر هؤلاء الأشرار بلباس الصالحين واختاروا طرقاً جديدة للخداع والتضليل، حيث تسابقوا في إعلان أخطائهم وأطلقوا الوعود بتصحيحها على أمل خداع الناس وتشجيعهم على منحهم فرصة جديدة. فعلى سبيل المثال اعترفوا بأن الانتخابات مزورة وهم الذين تغنوا بها وتغزلوا بصناديقها الخضراء وأصابعها البنفسجية، وأن المحاصصة الطائفية كانت وراء عرقلة بناء نظام وطني وهم الذين سموها شراكة وطنية تلبي طموحات كل مكونات الشعب العراقي وفئاته وأديانه ومذاهبه. نبقى في كتابات، حيث جاء هذا المقال كان من بين أهم العقبات التي واجهت المعارضين للعملية السياسية وأخرت محاولات إسقاطها تلك المسرحيات التي يعرضها هؤلاء الأشرار، كما كلما واجهوا أزمة أو انتفاضة أو ثورة من خلال تسويق الصراعات بين الأحزاب والكتل على أنها صراعات من أجل الإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الظروف الاقتصادية والأمنية، إلى على أمل امتصاص النقمة الشعبية وتخفيف حدة الاستياء الشعبي ودفع الناس للدخول في خانة الانتظار 4 سنوات إضافية أخرى. لكن ثورة تشرين
على الرغم من تراجعها لأسباب لا مجال لشرحها، قد فوتت فرصة تمرير مثل هذه المسرحيات، فالثورة فضحتهم إلى درجة شجعت الناس على رفض المشاركة في الانتخابات كونها لم تعد مجدية، ولأن نتائجها يحددها الأسياد لا صناديق الاقتراع، إلى جانب فضح المشاركين فيها وتعريتهم واتهامهم بسرقة أموال الشعب وتدمير البلاد والعباد، لينتهوا إلى تأكيد حقيقة هؤلاء الأشرار المخزية، وخاصة مقتدى الصدر وحلفه الثلاثي نور المالكي وإطاره التنسيقي، حيث وصفوهما بأنهما وجهان ليس لعملة رديئة واحدة. الأشرار وحدهم أصبحوا منبوذين، وإنما أسيادهم أيضا، فأمريكا راعية العملية السياسية والمتحكمة بها في العراق، قد حملها العراقيون مسؤولية ما حل بالعراق من دمار وخراب، وكشفوا حقيقة الصراع حول تشكيل الحكومة باعتباره صراعا هامشيا إلى حد كبير، وأكدوا على أن تشكيل الحكومة سيتم ترتيبه من قبل أمريكا وإيران على وجه الخصوص، وبالتالي أسقطوا القناع عن المحتل وفضحوا أكاذيبه. كان من بين أهم العقبات التي واجهت المعارضين للعملية السياسية وأخرت محاولات إسقاطها تلك المسرحيات التي يعرضها هؤلاء الأشرار كلما واجهوا أزمة أو انتفاضة أو ثورة، من خلال تسويق الصراعات بين الأحزاب والكتل على أنها صراعات من أجل الإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الظروف الاقتصادية والأمنية، على أمل امتصاص النقمة وتخفيف حدة الاستياء الشعبي ودفع الناس للدخول في خانة الانتظار 4 سنوات إضافية. لكن ثورة تشرين على الرغم من تراجعها لأسباب لا مجال لشرحها، قد فوتت فرصة تمرير مثل هذه المسرحيات، فالثورة فضحتهم إلى درجة شجعت الناس على رفض المشاركة في الانتخابات كونها لم تعد مجدية، ولأن نتائجها يحددها الأسياد لا صناديق الاقتراع، إلى جانب فضح المشاركين فيها وتعريتهم واتهامهم بسرقة أموال الشعب وتدمير البلاد والعباد، لينتهوا إلى تأكيد حقيقة هؤلاء الأشرار المخزية، خاصة مقتدى الصدر وحلفه الثلاثي ونور المالكي وإطاره التنسيقي، حيث وصفوهما بأنهما وجهان لعملة رديئة واحدة. ليس الأشرار وحدهم أصبحوا منبوذين، وإنما أسيادهم أيضا، فأمريكا راعية العملية السياسية والمتحكمة بها حملها العراقيون مسؤولية ما حل بالعراق من دمار وخراب، وكشفوا حقيقة الصراع حول تشكيل الحكومة باعتباره صراعا هامشيا إلى حد كبير، وأكدوا على أن تشكيل الحكومة سيتم ترتيبه من قبل أمريكا وإيران على وجه الخصوص، وبالتالي أسقطوا القناع عن المحتل وفضحوا أكاذيبه. ننتقل إلى ألترا عراق، حيث جاء فيها بعد عقدين كاملين من الزمن، هل هناك ممارسة ديمقراطية في العراق؟ سؤال وجيه. رعد أطياف تقول لا تنظيم، لا هوية ولا مؤسسات تدين للديمقراطية بأي شيء في عراق ما بعد 2003، واتضح لاحقا أن الاستبداد لم يكن مرفوضا من قبل المعارضة بين مزدوجين، لكونه استبدادا، وإنما لكونه ليس الاستبداد الذي ينسجم مع تطلعاتنا المذهبية، وهذه الأخيرة لم تكن سوى مقولة سياسية انتهازية استثمرتها الأحزاب ذات التوجه المذهبي بغية إطالة أمل وجودهم في السلطة. بكلمة أخرى، أيها السيدات والسادة، إنه ليس الاستبداد الذي كانوا يحلمون به على طريقتهم الخاصة، وعلينا أن نشعر بالامتنان للديمقراطية، يقول الكاتب، إذ لولاها لظلت معادنها هؤلاء الساسة مخفية وغامضة. لكن الديمقراطية كان لها رأي آخر، وأظهرت دوافعهم وعرتها غاية الأحزاب عرتها تحت الشمس في نهاية المطاف، وهو الوصول إلى السلطة. وإن لم تكن كذلك فماذا تكون يا ترى؟ أليس النظم الديمقراطية تضمن التداول السلمي للسلطة؟ غير أن الصراع عندنا يجري بشكل معكوس وظل كما هو عليه وفياً لأشكاله البدائية، تضخيم السلطة على حساب الدولة بتواطؤ جماعي يبارك هذا التضخم ويسبح بحمده، وهو على أهبة الاستعداد لإظهار ميوله العدوانية في المنعطفات السياسية الخطيرة. إن التواطؤ الجماعي
المعقود بين هذه الأحزاب المحلية وجماهيرها المتحمسة، يقول الكاتب، هو الذي يطيل أمد المأساة ويقلل من حظوظ الديمقراطية في العراق. لا تنظيم ولا هوية ولا مؤسسات تدين للديمقراطية بأي شيء في عراق ما بعد 2003. واتضح لاحقاً أن الاستبداد لم يكن مرفوضاً من قبل المعارضة لكونه استبداداً، وإنما لكونه ليس الاستبداد الذي ينسجم مع تطلعاتنا المذهبية. وهذه الأخيرة لم تكن سوى مقولة سياسية انتهازية استثمرتها الأحزاب ذات التوجه المذهبي بغية إطالة أمد وجودها في السلطة. بكلمة أخرى، إنه ليس الاستبداد الذي كانوا يحلمون به على طريقتهم الخاصة، وعلينا أن نشعر بالامتنان للديمقراطية، إذ لولاها لظلت معادن هؤلاء الساسة مخفية وغامضة، لكن الديمقراطية كان لها رأي آخر وأظهرت دوافعهم وعرتها تحت الشمس. غاية الأحزاب في نهاية المطاف هو الوصول للسلطة، وإن لم تكن كذلك فماذا تكون يا ترى؟ أليس النظم الديمقراطية تضمن التداول السلمي للسلطة؟ غير أن الصراع عندنا يجري بشكل معكوس وظل كما هو عليه وفياً لأشكاله البدائية، تضخيم السلطة على حساب الدولة بتواطؤ جماعي يبارك هذا التضخم ويسبح بحمده، وعلى أهبة الاستعداد لإظهار ميوله العدوانية في المنعطفات السياسية الخطيرة. إن التواطؤ الجماعي المعقود بين هذه الأحزاب الحالية وجماهيرها المتحمسة هو الذي يطيل أمد المأساة ويقلل من حظوظ الديمقراطية في العراق. Foreign Affairs جاء فيها إدارة بايدن ستجد صعوبة في وقف انهيار لبنان بعد تسامحها مع نخبة الفساد والفاسدين. مجلة Foreign Affairs تقول تعتبر الأزمة بالأحرى التي ضربت لبنان، وهي الأسوأ في تاريخه الحديث، نتاجا لما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شيئا يشبه مكيدة بونزي. فعلى مدى السنوات الماضية استخدم المصرف المركزي اللبناني أموال المودعين العاديين لتمويل نفقات الحكومات اللبنانية الفاسدة والمبذرة، وحصل المشاركون في العملية على عوائد مربحة حتى انهار كل شيء عام 2019. وربما لم تكن خطة الهرم غير قانونية إلا أنها تصل إلى درجة الفساد وعلى قاعدة عظيمة، وحققت النخبة اللبنانية أرباحاً كذلك، وأخرجت أرباحها التي حققتها بطريقة غير مشروعة للخارج، وتركت الملايين من أبناء البلد الفقراء يحملون حقائبهم. ومشكلة لبنان ليست بالضرورة نتاجاً للجشع والفساد، بل طال أمدها عندما رفض المسؤولون عنها تغيير طرقهم أو تحمل جزء من الخسائر المالية الهائلة التي وفي الوقت نفسه تعرض لها البلد، الذي عبر فيه المانحون الدوليون عن استعدادهم لمناقشة خطط إنقاذ يمكن أن تصحح مسار الاقتصاد، إلا أن قادة لبنان قاموا حتى أقل الإصلاحات الأساسية التي طالب بها المقرضون كشرط مقدم لحزمة الإنقاذ. فقد استفادت النخبة المالية والسياسية وبشكل جيد تماما من النظام الحالي، وستخسر كثيرا من حل منظم للإفلاس الوطني في لبنان. وبحسب البنك الدولي فلبنان اليوم يعيش وسط كساد متعمد، كساد نظمته النخبة في البلد والتي استولت من جانبها ولزمن طويل على البلد وانتفعت من ريعه الاقتصادي. تعتبر الأزمة التي ضربت لبنان وهي الأسوأ في تاريخه الحديث نتاجاً لما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس شيئاً يشبه مكيدة بونزي. فعلى مدى السنوات الماضية استخدم المصرف المركزي أموال المودعين العاديين لتمويل نفقات الحكومات اللبنانية الفاسدة والمبذرة، وحصل المشاركون في العملية على عوائد مربحة حتى انهار كل شيء عام 2019. وربما لم تكن خطة الهرم غير قانونية، إلا أنها تصل إلى درجة الفساد وعلى قاعدة عظيمة، وحققت النخبة اللبنانية أرباحاً وأخرجت أرباحها التي حققتها بطريقة غير مشروعة إلى الخارج، وتركت الملايين من أبناء البلد الفقراء يحملون حقيبتها.
ومشكلة لبنان ليست بالضرورة نتاجاً للجشع والفساد، بل طال أمدها عندما رفض المسؤولون عنها تغيير طرقهم أو تحمل جزء من الخسائر المالية الهائلة التي تعرض لها البلد. وفي الوقت الذي عبر فيه المانحون الدوليون عن استعداد لمناقشة خطط إنقاذ يمكن أن تصحح مسار الاقتصاد، إلا أن قادة لبنان قاموا حتى أقل الإصلاحات الأساسية التي طالب بها المقرضون كشرط مقدم لحزمة الإنقاذ. فقد استفادت النخبة المالية والسياسية وبشكل جيد من النظام الحالي، وستخسر كثيراً من حل منظم للإفلاس الوطني في لبنان. وبحسب البنك الدولي، فلبنان اليوم يعيش وسط كساد متعمد، كساد نظمته النخبة في البلد والتي استولت ولزمن طويل على البلد وانتفعت من ريعه الاقتصادي. ننتقل إلى مقال آخر جاء فيه: دعم الحرب بأوكرانيا تسبب بانقسام الكنيسة الأرثوذكسية. صحيفة واشنطن بوست قال سير هوفرون أستاذ علم الكنيسة والعلاقات الدولية والحركة المسكونية في يونيفرسيتي كوليدج ستوكهولم هكذا جاء في المقال: يجب أن يكون لأي حرب أسلحة وأفكار. في هذه الحرب قدم الكرملين الأسلحة، وأعتقد جيداً أن الكنيسة تقدم الأفكار. في هذه العملية تسبب كيريل في انقسامات عميقة في الكنيسة الأرثوذكسية العالمية، حيث أدان الكهنة في أوكرانيا وأماكن أخرى في أوروبا والولايات المتحدة كذلك دعمه، حتى العشرات من رجال الدين من ذوي الرتب الدنيا في روسيا انفصلوا هم كذلك عن البطريرك البالغ من العمر 75 عاما، مضيفين توقيعاتهم إلى خطاب مفتوح ذهب الكهنة إلى يدين الغزو الأرثوذكس في أوكرانيا إلى أبعد من ذلك بكثيرا جدا. في نداء مفتوح صريح الأسبوع الماضي اتهم أكثر من 320 منهم البطريرك بالهرطقة، وطلبوا من قادة الكنيسة العالمية إحضاره أمام محكمة لتقرير ما إذا كان ارتكب جنحا وينبغي عزله. وكتبوا كيريل الحرب ضد أوكرانيا ودعمه الكامل للأعمال العدوانية للقوات الروسية على الأراضي الأوكرانية من المستحيل جدا بالنسبة لنا أن نبقى بأي شكل من أشكال الخضوع الكنسي لبطريركي موسكو. على سير هوفرون أستاذ علم الكنيسة والعلاقات الدولية والحركة المسكونية في يونيفرسيتي كوليدج ستوكهولم، يجب أن يكون لأي حرب أسلحة وأفكارا. في هذه الحرب قدم الكرملين الأسلحة، وأعتقد أن الكنيسة تقدم الأفكار. في هذه العملية تسبب كيريل في انقسامات عميقة في الكنيسة الأرثوذكسية العالمية، حيث أدان الكهنة في أوكرانيا وأماكن أخرى في أوروبا والولايات المتحدة دعمه، حتى العشرات من رجال الدين من ذوي الرتب الدنيا في روسيا انفصلوا عن البطريرك البالغ من العمر 75 عاما، مضيفين توقيعاتهم إلى خطاب مفتوح يدين الغزو. ذهب الكهنة الأرثوذكس في أوكرانيا إلى أبعد من ذلك بكثير، في نداء مفتوح الأسبوع الماضي اتهم أكثر من 320 منهم البطريرك بالهرطقة، وطلبوا من قادة الكنيسة العالمية إحضاره أمام محكمة لتقرير ما إذا كان ينبغي عزله. وكتبوا ارتكب كيريل جرائم أخلاقية بمباركة الحرب ضد أوكرانيا ودعمه الكامل للأعمال العدوانية للقوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، من المستحيل بالنسبة لنا أن نبقى بأي شكل من أشكال الخضوع الكنسي لبطريرك موسكو. ننتقل إلى وول ستريت جورنال. هذا ما سيحدث بين أوكرانيا وروسيا في الأيام المقبلة. نشرت وول ستريت جورنال الأمريكية تقول الصحيفة أن موسكو ستقاتل بشكل أفضل بكثير هذه المرة، كون المعركة ستكون قريبة من قواعدها في غرب روسيا وفي أراض يعرفها جيدا قادتها، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تكون المعارك المقبلة بين الطرفين أكثر شدة وتقليدية. وأضافت في الأيام الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا فشل الجيش الروسي في اقتحام العاصمة،
وتمكنت كييف من صد موسكو باستخدام وحدات صغيرة مسلحة بأسلحة مضادة للدبابات ونصب كمائن للطوابير الروسية غير مستعدة تماما. ونقلت الصحيفة كذلك عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قوله إن الجيش الروسي بدأ يغير استراتيجيته وأن موسكو بدأت بتعزيز قواتها في الشرق بشكل ملحوظ جدا. من جانبه أوضح القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا الجنرال المتقاعد بن هودز أن أوكرانيا ستشهد حربا جديدة تماما لا محالة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه يتوقع بأن تكون معركة كلاسيكية وقوة نيران ثقيلة. وبحسب خبراء ومحللين عسكريين آخرين عملت روسيا في الأيام الأخيرة على عزل بعض من أفضل القوات الأوكرانية المتمركزة مقابل المناطق التي تحتلها في منطقة دونباس، وأشار تحديدا بجنوب شرق أوكرانيا، أشار الخبراء إلى أن القوات الروسية تتحرك جنوبا من المنطقة القريبة من خاركيف من أجل تحقيق ذلك، منوهين في الوقت نفسه إلى أنهم يتوقعون أن تتقدم موسكو شمالا من ماريوبول إذا أكملت سيطرتها على تلك المدينة الساحلية على بحر أوزوف. الصحيفة تقول إن موسكو ستقاتل بشكل أفضل هذه المرة كون المعركة ستكون قريبة من قواعدها في غرب روسيا وفي أراض يعرفها قادتها، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تكون المعارك المقبلة بين الطرفين أكثر تقليدية. وأضافت في الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا فشل الجيش الروسي في اقتحام العاصمة، وتمكنت كييف من صد موسكو باستخدام وحدات صغيرة مسلحة بأسلحة مضادة للدبابات ونصب كمائن لطوابير روسية غير مستعدة. ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن الجيش الروسي بدأ يغير استراتيجيته وأن موسكو بدأت بتعزيز قواتها في الشرق بشكل ملحوظ. من جانبه أوضح القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا الجنرال المتقاعد بن هودز أن أوكرانيا ستشهد حرباً جديدة تماماً في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه يتوقع بأن تكون معركة كلاسيكية وقوة نيران ثقيلة. بحسب خبراء ومحللين عسكريين عملت روسيا في الأيام الأخيرة على عزل بعض من أفضل القوات الأوكرانية المتمركزة مقابل المناطق التي تحتلها في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا. وأشار الخبراء إلى أن القوات الروسية تتحرك جنوباً من المنطقة القريبة من خاركيف من أجل تحقيق ذلك، منوهين إلى أنهم يتوقعون أن تتقدم موسكو شمالاً من ماريوبول إذا أكملت سيطرتها على تلك المدينة الساحلية على بحر أزوف. أجمل ما بالتصفح في الصحف لغة الكاريكاتور، أترككم معه. إلى اللقاء.